السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا المبارك. وياك يا أخ أحمد بن عثمان النحالي. الله يرزقنا وإياكم الفردوس والسامعين والسامعات وإن قصرت أعمالنا. آمين يا رب. آمين آمين آمين. أشكرك. جزاك الله خيرا. أنا بسافر يوميا يا شيخ مصطفى إلى جدة، عندي عمل في جدة. أنا أسافر مش بسافر، باء دخولها على الفعل المضارع غلط. أنا باكل بشرب بنام، دلغ الباء ليس لها وجه في اللغة. جزاك الله خيرا. أسافر يوميا إلى جدة. الحمد لله. وبعد فهل لي في الجمع والقصر؟ أختار رأي القائل أن مكة جدة سفر، عليه لك ذلك والله أعلم. الله يرفع قدرك شيخنا وجزاك الله خيرا. وإياك والمسلمين، بارك الله فيك ورحم الله والدينا والديك والسامعين. جزاك الله خير. وإياكم.